ناس كتير بيعتبروا الملك رمسيس الثالث آخر ملوك العصر الذهبي في تاريخ مصر القديمة، ولكنه ربما لم يكن أكثرهم حظاً. رمسيس الثالث كان فخور جداً بإنجازات أبوه، فلما بيموت والعرش والحكم بيقولوا لرمسيس الثالث وفعلاً بيوصل لحكم مصر، يبقى عايز كده يثبت نفسه إنه ملك يستحق هذه المملكة العظيمة جداً، المملكة المصرية القديمة، وعايز يثبت كفاءته كمان كقائد للبلاد. الغريبة بقى إن أول تحدي هيحصل لرمسيس الثالث أثناء حكمه هيجي من هنا من البحر. انتهت الأيام اللي كانت مملكة الحيسيين بتهدد مصر، دلوقتي في عدو جديد بيهدد مش بس مصر لكن بيهدد المنطقة كلها. عدو جديد ظهر ولحد النهاردة مش عارفين ظهر منين أو ظهر إزاي. مين بقى أهل البحر دول؟ مش متأكدين، مش عارفين هم جم منين بالظبط، وغالباً المصري القديم نفسه ما كانش عارف هم جم منين بالظبط. أطلق عليهم أهل البحر أو The Sea People، ده اللي كان يعرفوا عنهم. اللي إحنا عارفينه إنهم هجموا على مصر وعلى المنطقة كلها من البحر المتوسط. بس دي حاجة مرعبة على فكرة. طبعاً. كان شكلهم إيه بقى؟ عندنا تصور عن شكلهم؟ المصري القديم رسمهم على بعض المعابد وكان شكلهم فعلا مختلف وغريب، كانوا بيلبسوا خوذ مدورة كده ليها قرون. المنطقة كلها كانت مهددة من أهل البحر، لكن المشكلة إن المصري القديم ما كانش بحار بارع، الإبحار في النيل كان أسهل وهو ده اللي كان متعود عليه، لكنه كان بيخاف كمان من البحر. رمسيس الثالث بيواجه أهل البحر على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما نعرفش المعركة نفسها كانت في البحر أو في البر، بس اللي نعرفه إن أهل البحر ما قدروش يحطوا رجليهم على أرض مصر بالرغم من إنهم احتلوا كل الدول المجاورة. رمسيس الثالث أثبت إنه جدير بحكم مصر وصور نفسه هنا في معبده وهو منتصر على أهل البحر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.